يجتمع غدا مجلس الأمن الدولي لمناقشة العنف في ميانمار الذي أدى لفرار أكثر من 300 ألف شخص من أقلية روهينجا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة. عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية لمسلم الروهينجا في ميانمار، فلم تتوقف السلطات هناك عن انتهاكاتها بحقهم رغم التنديد الدولي ودعوات وقف العنف. هذا ما أكدته الأمم المتحدة التي أدانت بشكل قاطع الحكومة التي تقودها الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي. بما أن ميانمار رفضت دخول المحققين التابعين للأمم المتحدة المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا مصغرا لتطهير عرقي. ومن خلال الأقمار الاصطناعية تأكدنا أن قوات الأمن وميليشيات محلية أحرقت قرى للروهينجا وأطلقت النار على المهاجرين. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن عدد اللاجئين الروهينجا الذين فروا من ميانمار منذ أواخر أغسطس الماضي تجاوز عتبة 300 ألف شخص وسط توقعات بنزوح 600 ألف آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي ظل بيانات المنظمة الأممية قرر مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل الأربعاء لبحث وقف العنف في ميانمار ودفع السلطات على التخلي عن العنف، في حين خرج البيت الأبيض عن صمته وأعرب في بيان له عن القلق الشديد من النزاع في ميانمار وما نتج عنه من أعمال عنف. لا أمر يدعو للشك بأن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الأقلية المسلمة في ميانمار، لكن الموقف الدولي حتى الآن يبدو مجرد خطاب إنشائي بينما تستمر عمليات تغذية الكراهية ضد الأقليات.